الحين دخل مدرب حسين مدرب الأسود. يلا نبدأ باللبوة كيارا تدريب. لا لا نبغى حماس أكثر من كذا لو سمحت. أول شيء تحمي أول شيء. ها جاك الأسد. هذا شيء طنول أرد. ما شاء الله الأساس عندي يموتون في هذه. أدي المكنسة حقت الغبار بس يشوفونها خلاص. أجيب العيد فوق الطوب هنا كلهم. ما شاء الله مدرب حسين مبدع في تدريب القطط اقصد الاسود معلش خيم جنت حركها بشويش بشويش عشان ينسجم معها يلا انسجم يلا ما شاء الله تبارك الله ناخذ طبعا خلوكم من هذا الخويش طبعا هذه الغرفه تعتبر مستودع مي غرفه كل شيء محطوط هنا طب مشوا هذا محلو ولكن انتم تشوفونه وقبل بوكس قبل بوكس برا لا 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 حد حصري Thank you.
بوكي. We'll be right back.